يا مراحب، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. وأول شي بحب أتشكركن كتير كتير على تعليقاتكن الحلوة، عن جد كتير بنبسط لما بشوف هيك تعليق حلو هيك وبفرفح فيه قلبي كتير وبتشجع، وبحب أعمل فيديوهات أكتر. وبالفترة الأخيرة شوي قصرت بنشر الفيديوهات، كان عندي شوية مشاغل. إن شاء الله بالأيام الجاية رح أنزل فيديوهات أكتر، يعني بالأسبوع أقل شيء إن شاء الله بنزل فيديوهين. هون بالبداية أول شيء رح أبعت ولادي على المدرسة الصبح، طبعا زوجي راح على الشغل، في عندي هون بناتي رح يروحوا، حضرت لهم ناجت للمدرسة، طبعا بالبيت ما عم بيفطروا، حطيت لهم سندويشات. واليوم عندي غدا، ما رح أعمل غدا، كنت عاملة محاشي ويبرق من مبارح في عندي، فرح أسخنه وناكله. بس رح أعمل وصفة حلو، وعندي شوية تحضيرات بالمطبخ وهيك تراكمات شغل. وبدي أروح على معرض أدوات منزلية عامل عروضة كتير كتير منيحة، فحبيت أخذكم معي ونشوف سوا العروض إذا كانت منيحة ولا لا، وشو بدي أشتري. وهون بعد ما راحوا ولادي على مدرستهم وزوجي راح الشغل، حبيت هيك اشرب فنجان قهوه معكم قبل ما بلش بشغلي وبنهاري. بدي اياكم توقفوا الفيديو معي وتروحوا تعملوا فنجان قهوه ونشربها سوا. وطبعا هون وانا عم بشرب قهوه هيك شوي بتصفح على تليفوني على اليوتيوب انستغرام مواقع منزلتها عندي، فهيك شغلة نص ساعة وبقوم بشتغل، ما عندي شغلة كتير، هيك شوي ترتيبات بس. حبيت أورجيكم زرعاتي، أنا عندي بالبيت أبدا ما بنجح الزرع، ما بعرف ليش. شفت هاي الزرعة بصالون تجميل كتير حبيتها وحبيت اشتري منها. هاي الزرعة بيقولونا نبتة المال، انا اول مرة بسمع فيها بس كتير حبيت منظره. طبعا اللي شفته بالصالون كانت اكبر واحلى، يعني بتغرف القلب على قد ما انا كويسة، فاشتريت منها وحدة صغيرة رح نزرعها مع بعض، دا اشوف اذا دا ننجح معي ولا لا، وان شاء الله بالايام الجاية رح اورجيكم اذا كبرت ولا ماتت، فما بعرف. في عندي تراب من قبل وعندي قصيصة أكبر، فحبيت هيك أكبر محله، عسى ولعل هيك الزرعة تكبر وتعيش معي. كتير بحب الزرح بس ما بنجح معي، ما بعرف إذا من طاقة البيت من البيت ولا من إيدي، فما بعرف هالشي، اكتبولي بالتعليقات. اتبعت كل الطرق لحتى ينجح معي الزرع، ويعني والنتيجة عبس، يعني ما بيموتوا فورا بس ما بيكبروا عندي، ما بعرف من طاقة البيت من ايدي شو السبب ما بعرف، مع انه جربت كل الطرق، جبت فيتامين. فبالصالون بالذات ما بينجح معي، بحطهم عندي بلكونة صغيرة على المطبخ فبحطهم هنيك. وحتى جبت فيتامين، وفي ناس قالوا قشر البصل بننقعه بالمي وبنسقي فيها الزرعات كتير بتفيد الزرع، فجربت كمان يعني ما لقيت هالنتيجة. وهي الزرعة بيقولوا بنحط فيها قروش، يعني انه بدك تحطي فيها مصاري لحتى ينجح، فما بعرف جربت وراح احطها بالصالون، في شوية اضاءة هون عندي بالصالون. وبعد ما شربت قهوتي وعملت شوية ترتيبات هيك بسيطة بالبيت، مثل ما قلت لكم انا ما عندي شغل في البيت وحتى في عندي غدا اليوم، فبس ارجع على البيت بدي اعمل وصفة حلو، وعندي هيك ترتيبات خفيفة بالمطبخ راح شارككم اياها كمان. هاد هو المحل، ثلاث طوابق كتير كبير بس كتير كتير زحمة، فما أظن أصور كل المحل لأنه في ناس ما بترضى أنه تشيلي الكاميرا وتصوري، فلذلك بحترم آرائهم، فهيك بصور المحلات اللي ما فيها عالم. وبس أوصل على البيت بورجيكم إيش رح أشتري. Yeah.
هون بعد ما رجعت على البيت رح أورجيكم إيش اشتريت. أخذت هاي اللمبة ديرة، صحيح موديله قديم بس كتير بحب هالموديل، كتير كنت أشوف منه على موديل تريا بتعلى بالسقف، بس هاي أخذتها على شكل لمبة ديرة، أخذته للصالون رح أحط له ضوء أصفر. كتير بحب الضوء الأصفر بالصالون، خاصة لما بترجعي على البيت هيك بتكوني تعبانة، بحس الضوء الأصفر هيك بيعمل استرخاء وراحة بالبيت. وأخذت هالفنيجين، هذا الطقم بيجي بس سنتين، كتير حبيتهم. وأخذت صبغة شعر، كتير كان عامل عليه عروض الصبغة ب45، وأخذت فرشاية سنين، وكمان أخذت هدول القوالب قالب الكاب كيك، ما عندي بصراحة وهن غاليات بالعادة. قوالب الكاب كيك الوحدة كانت ب80 بس مو عليه عرض، كل وحدة ب40، أخذت تنتين ب80. وأخذت علبة لانش بوكس لبنتي، وكمان أخذت هدول الصحون، صحون الفخار كتير بحبهم، أنا عندي مجموعة كاملة هيك زبادي صغار للرز بحليب، فشفت منهم هدول كمان على شكل هيك زوارق كتير حبيتهم، وبعد ما شفتهم وجبتهم على البيت وجربتهم كتير حبيتهم، رحت أخذت كمان منهم تنتين، يعني صاروا عندي 4. هدول الصحنين التنتين مع بعض ب100، أخذت 52، يعني بنص القيمة، يعني كل شيء مكتوب عليه مثلا سعر بتاخديه بنص القيمة. وهون بعد ما طبقت الأغراض بدي أعمل وصفة حلو، كتير وصفة سهلة وبحبوها الأولاد كتير، وبنفس الوقت مكوناتها يعني بسيطة ومتوفرة بمطبخ كل ست بيت، وبنفس الوقت يعني ممكن أي بنت صغيرة تقدر تعملها على قد مو سهل يعني، وبنفس الوقت سريع كتير. مثلا عندك ضيف بدك تقدمي شي جنب القهوة، ما عندك شي بالبيت فممكن تعمليها بكل سهولة. هون كان في عندي بسكويت سادة بالبيت طحنتهم، بسكويت سادة بالكاكاو أو أي نوع بسكويت متوفر عندكم بيصير. وكمان في عندي جوز تقريبا هذا البقيان عندي، رح أطحن معه جوز كمان، أو ممكن تحطوا أي نوع مكسرات، حتى ممكن تعملوه من دون مكسرات، بس بصراحة بطلع بالمكسرات غير شكل، عن جد بتطلع كتير طيبة. وهون بعد ما طحنت الجوز والبسكويت مع بعض، مثل ما بتعرفوا البسكويت فيه هيك نسبة زبدة، وحتى المكسرات فيه نسبة دهنية، فلذلك ما بده سوائل كتير، رح أعجنه بكاسة حليب. بالنسبة للحليب هو حليب بارد طلعته من البراد، حطيت له شوية سكر وعجنته. هون أنا ما صورت كله لأنه ذاكرة الكاميرا كانت مليانة فما قدرت أصور ولا شيء، فهي الكاسة اللي أخذتها عجنت فيها ممكن تاخد كمية أقل أو أكتر حسب استوعاب البسكويت وحسب نوعية البسكويت. وكمية البسكويت 250 جرام، وحطيت تقريبا 50 جرام من الجوز، ومثل ما شفتوا حطيت كاسة من الحليب. بعد ما عجنته بشكل كرات بهي الطريقة وبحطه بالبراد مدة 15 دقيقة. وهون رح أجهز صوص الشوكولا، أي نوع شوكولا متوفر عندكم ممكن تستخدموا شوكولا بيضة، رح أعمل له حمام مائي أدوبه على البخار، وبعد ما دوبت الشوكولا رح أخذ الكرات وأغطيهم بالشوكولا مثل ما واضح عليكم بالفيديو، ورح حطه على ورق الزبدة لحتى هيك يسهل علي شيله ما يلزق بالصينية، فمنحطه على ورق زبدة. وهيك بخلص كل الكمية وبعدين بدخلهم على التلاجة من فوق أو من تحت، إذا مستعجلين عليه بتحطوا فوق 10 دقائق بس لحتى يجمد الشوكولا، بس قبل ما يجمد الشوكولا هيك زينته بشوية سكاكر لحتى يعطي منظر حلو. وهون بعد ما خلصت الكرات وحطيتهم بالتلاجة، كان في عندي عطون تقريبا في عندي 2.5 كيلو من العطون، فبدي أتبلهم لحتى ما يعفنوا، وما بدي أحطهم بالفريزر هيك يجمد وأرجع أدوبهم، فقلت بتبلهم بحطهم بمطربانات وبدخلهم على البراد، هيك بكون عندي مونت العطون جاهزة. مثل ما لكم شايفين هون فرمت ليمون، حطيت ليمونتين. بالنسبة لكمية الليمون بتحطوا أكتر أو أقل حسب كمية العطون، أنا عندي 2.5 كيلو من العطون. وكمان في عندي هون زعتر أخضر رح أحط معه الزعتر. وبالنسبة للتوابل بحط دبس فليفلي وشوية نعناع ورشة كمون، وفي ناس بيحطوا ثوم في ناس ما بيحطوا، بصراحة أنا بحب كتير بالثوم، بس مشان ابني أنا ما حطيت ثوم،
لأنه ابني ما بيحب الثوم. وهون بعد ما تبلتها حطيتها بأطرمي زيت، وبعدين بحط فوقه زيت وبسكرهم، بدخلهم على البراد أو ممكن نعيفهم برا، يعني إذا زيته منيح ما بده براد أبداً. ما صورت الطريقة كلها لأنه التليفون كان عندي مليان وما بقدر أصور، فلذلك ما قدرت أصور. ولبينما تبلت العطون هيك بيكون الكرات صاروا عندي جاهزين كمان، طلعتهم من البراد، هيك كان شكلهم عن جد كتير طيبات، وبنفس الوقت كتير سهل وممكن أي صبية صغيرة تعملها بكل ثقة وبينجح معها. وهيك كان شكله من جوا كتير طيبة، خاصة مع فنجان قهوة. وهيك قدمتهم بهاي الطريقة، كتير حبوها الأولاد، بنصحكم تجربوها أنتو كمان. بالنسبة للبسكويت يلي بتكون تستخدموه، إذا بتكون تعملوا بسكويت سادة مو بالكاكاو، ممكن تحطوا معلقتين كاكاو لحتى تاخدوا هذا اللون، أو إذا ما بتحبوا تكون هيك بالكاكاو ممكن تعملوها سادة وتغطسوها بالشوكولا كمان بتطلع طيب. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا كنتم مكملين معي الفيديو ما تنسونا من لايك والدعم، وبحب هيك أودعكم بفنجان القهوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.